احنا نريد ابتسامة من الذكاء الاصطناعي من البداية طبعا. رغم بان هذا اللي يمكن الموضوع يسبب هواجس عند الكثيرين بان نسمع الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي كانما هي متغيرات من متغيرات الكون راح تحدث في هذه الفترة. خل بالبداية نعرف الذكاء الاصطناعي بتفصيلة بسيطة. هو الذكاء الاصطناعي طبعا والتحولات اللي بدأت تطرأ من خلال العلماء العالميين اللي وضعوا روبوتات هي تتحكم بنفسها، بحيث يعني هذا الذكاء الاصطناعي أو الروبوت له القدرة على الاستنتاج والتعلم على كيفية التفكير نفس ذهنية الإنسان من خلال المعلومات اللي يحملها هذا الروبوت. يعني من خلال ما بتخزين الكثير من المعلومات اللي يحملها الروبوت ممكن يكون بين له ردة فعل طبعا حال الإنسان بالضبط طبيعي حال الإنسان ويستنتج كلمات وأعمال حال الإنسان. ممكن يوم من الأيام سمعنا بأن ممكن مجال الإخبار يكون أكثر من تقديم البرامج، يعني أنا مثلا مرات هاجس يراودني يقول بأن ممكن أصحى الصبح ألقى مقدم برامج أو محاور مكان يكون روبوت. دخل هذا دخل. المجال يعني أكو مذيعين مو حقيقيين هم روبوتات مذيعين أخبار هم روبوتات، أكو حتى لاعبي شطرنج هم روبوتات. دخل المجال الذكاء الاصطناعي بكل الأعمال حتى بالصناعة أكو مثلا روبوتات تعمل مكان العمال لهم شفتات خاصة يشتغلون مكانات معينة بالمخازن مثلا وغيرها روبوتات دخلت مجال الطبخ روبوت هو يطبخ مجرد ما تنطيه نوع الأكل وغيره هو راح يطبخ. هذه الإتقان في هذه القضية طبخ الصناعة بالطب سمعنا طبعا دخل في مجال الطب مجال مثلا الطب. عمليات عبر القارات تكون من خلال الذكاء الاصطناعي حتى التشخيص يكون التشخيص أسرع من القدرة البشرية والاستنتاج حقيقي نبيل. عندما يكون القدرة أكثر من القدرة البشرية بالمستقبل ممكن يعني ما نجد يد عاملة ممكن يستخدمون روبوتات يعوض 10. سمعت هيك في تقرير معين هناك روبوت يعوض 10 أشخاص بالعمل يعني إيه طبعا بس في زال الوقت احنا حتى نقدر نتوازى ويا العالم ونقدر نوصل ما وصل إليه العالم لازم كلنا نتعلم على الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ساحة مفتوحة للجميع علينا أن نتعلمها حتى نقدر نتواصل بشكل أكبر. العالم تغير اليوم العالم مو مثل العالم مثل ما كان بالسابق من دخل الذكاء الاصطناعي دخلت التكنولوجيا بشكل أكبر هسه. أنا مثلا مجال عملي قبل فترات بالمونتاج قليلة مثلا بالمونتاج إذا احتاجت أترجم فيلم تمام احتاج هواية زمن ووقت، لا هسه من خلال البرنامج بمجرد ما اروح على صيغ معينه داخل البرنامج وادوات راح يترجم لي الفيلم ايش قد كان فترته من ساعه ونص ساعتين او اكثر او حتى خمس دقائق وحسب التايم لاين الوقت يوضع لك الترجمه على الوقت المناسب بالضبط. يعني ما يستغرق وقت ياخذ الترجمه اللي كانت تاخذ كثير من الاوقات بتخصص متخصصين بترجمه اللغات حتى يصنعوها اليوم. اسال منو الرياده المن من البلدان العربيه من خلال الذكاء الاصطناعي؟ التقارير الامارات عربيا المرتبه الاولى و19 عالميا لان بدات تشتغل على هذه المساحه بشكل كبير وضغطوا على نفسهم في سبيل التطور والسعوديه بالمرتبه الثانيه عربيا. اذا هذه البلدان العربيه نسال يعني مثلا الواحد يرجع ويا نفسه يقول البلدان الاوروبيه ممكن سبقتنا بتجربه الذكاء الاصطناعي، اي سنوات بدات بها؟ اذا نرجع لاوروبا بداياتها الاسس الرئيسيه من خلال العالم البريطاني آلان تورينج سنه 1936 اي اشتغل جهاز يحاكي عمل الحاسوب. بقوا العلماء بامريكا والدول الغربيه يدعمون هذه المساحه اللي اشتغل عليها العالم البريطاني آلان تورينج لحد عام 1956 اللي من خلاله صار مؤتمر بجامعة دورتموث الأمريكية بدأوا بدعم الذكاء الاصطناعي وشون يقدر الإنسان يتطور بعده. اليوم أنا شخصيا أتعامل ويا روبوت خاص بتطبيق معين كل المعلومات اللي أحتاجها وأطور من ذاتي أو أتعامل بشغلي من خلال هذا الروبوت يكون عنده ويا نقاش وحوارات والروبوت هو يستنتج وينطيني تفاصيل بسبب كم المعلومات اللي خازنها. افلام الاكشن اللي كنا نشوف بها روبوتات تحارب مكان جيوش
يعني أصبحت الأشياء واقعية اليوم، ممكن بأن يحدث كل شيء. لا مو يحدث بل صارت، قلت لك يعني دخلت في مجال التلفزيون مذيعة أخبار أو مذيعة أخبار روبوت مو حقيقي، بمجالات المطبخ طباخ ماهر هو روبوت. خلينا نسأل على المساوئ، إيجابيات كثيرة كثير من شنو المخاوف والمساوئ اللي في بعض الذكاء الاصطناعي؟ هو سلاح ذو حدين، كل شيء بهذا الحياة سلاح ذو حدين، احنا لازم نقنن ونسيطر على الذكاء الاصطناعي حتى لا يعبر على المساحات السلبية. وهذا طبعا إجراءات لازم تتخذها الدول والحكومات للسيطرة على هاي المساحة. قننت تخلي في مجالات محددة معينة بالضبط حتى تستفيد من عنده. صارت بعض الأخطاء ممكن في بعض الأحيان يعني تشكلت واقعة معينة ذكرت بمواقع التواصل، ذكرت حادثة معينة عن طائرة روبوت مقاتلة، أي مقاتلة تأخذ أوامر على قصف مكان معين، تمام، كل ما تقصف مكان معين تأخذ نقاط أكثر، انخزن بداخل ذهن هذا الروبوت أنه كل ما يقصف مكان راح يفوز أكثر بنقاط أكثر، تمام. لكن العلماء قالوا خلينا نجرب أنه نغير المسار أثناء التوجه مع الطائرة الروبوت، أثناء التوجه ألغوا الهدف الخاص بالروبوت، الروبوت بدأ ما يشوف أكو هدف قصفه، رجع قصف المكان اللي أخذ من عنده الأمر، لأن هو بذهنيته صار عنده أنه لازم يأخذ نقاط أكثر. يعني هذه الأخطاء هذه حادثة تذكر يعني بها الأخطاء، بها نسبة ممكن تصيب أو تخطأ. هو مو أخطاء، هو خطأ أو بفعل أنه الروبوت بدأ يستنتج أنه لازم يروح يقصف هدف حتى يأخذ نقاط. بالعراق شنو اللي استحداثات الأخيرة اللي ممكن نستخدمها في مجال الذكاء الاصطناعي في المستقبل؟ يعني أنا سمعت أكو دعم حكومي بمساحة الذكاء الاصطناعي، وإحنا طبعا نحتاج إلى مساحة كبيرة من خلال دعم الذكاء الاصطناعي، وأتمنى يدخل حتى بالمدارس الذكاء الاصطناعي حتى يكون داعم للأجيال القادمة. اليوم الجيل هذا يختلف عن جيلنا، هذا الجيل الولد وجد نفسه بوسط هذا الكم من التكنولوجيا والتطور اللي دا يحصل بالعالم، فالعراق يحتاج إلى مساحات أكثر لدعم هذه المساحة بالتطور. حضرتك سويت فيلم خاص عن الذكاء الاصطناعي سمعت؟ أي عندنا سلسلة فوكس تطلع على قناة الأخبارية، اشتغلت فيلم اسمه الذكاء الاصطناعي، اسمه الذكاء الاصطناعي عن التطور الحاصل، بدايات الذكاء الاصطناعي إلى ما توصل إليه، لأن راح يبقى الذكاء الاصطناعي عالم واعد وعالم ما تعرف شنو التدرج اللي راح يصير بالتطور. الفيلم هو خاص تعليمي، إرسال مسجات معينة حتى يفهم الآخر شنو موضوع الذكاء الاصطناعي، لو تجربة معينة داخله. لا الفيلم هو تعريف بالذكاء، تعريف بالذكاء، تعريف ما هو الذكاء الاصطناعي، تعريف. حقيقة يعني نتمنى بأن نستخدم هذا الذكاء الاصطناعي وخاصة في العراق في مجالات ممكن تخدم هذا البلد، بما أننا احنا اليوم في حقبة أو فترة زمنية نحتاج بناء ونحتاج حالات أكيد من الإعمار في جميع المجالات، مثل ما تعرف مرينا بظروف استثنائية العراق والعرب جميعا، والعرب بصورة عامة حاجة إلى أن نطور نفسنا بمساحة الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي راح يوفر لنا وقت وجهد أقل، مثلا عندنا الروبوت العامل بالمخازن، الروبوت العامل بالمطعم وغيره، علينا احنا الان ان نتعلم كيف نتعامل ويا الروبوت. الزميل عباس رحيم شكرا لك، نورتنا في برنامجنا العربي بيت للكل، شكرا لهذه المعلومات القيمه. ان شاء الله نشاهد الذكاء الاصطناعي بالعراق ياخذ مصاف الدول العربيه، خلينا نقول ان شاء الله نتمنى دعم هاي المساحه، ان شاء الله دعم هذا المجال، وان شاء الله نشاهد افلام اكثر حضرتك تبني عليها أكيد، أنا والفريق المتواجدين إن شاء الله بس بالإبداع. نورتنا، كل التوفيق لك.